ده كلام مهم جدا. نشوف كمان رأي محمد مجدي أفشة. من حظنا احنا كنادي الاهلي باذن الله، ماتش اللي هناك كان ماتش كويس وماتش كبير، وانا اعتقد ان احنا قدمنا ماتش كبير جدا، نتيجه ايجابيه 2-2، وان شاء الله بكره ما عندناش اي حاجه تاني ولا اي تفكير تاني غير اللي احنا نصعد باذن الله. يعني انا اسف، يعني انت مش من حقك انك تقول على لعيب يضيع او ما يضيعش، دي حاجه مش بتاعتك، بترجع للمدرب. المدرب هو اللي يتكلم وهو اللي يقول مين ضيع ومين ما يضيعش، هو اللي يعدل مش اللعيبه. المدرب هو صاحب القرار في كل حاجه يعني. بس احنا ما ضيعناش، ضيعنا هناك فرص او كل حاجه، لكن زي ما ضيعنا زي ما جبنا، لكن هي الكره كده، لازم توصل ولازم تضيع ولازم تجيب، مش دايما هتجيب ومش دايما هتضيع. يعني قصه زي ما انا قلت قبل كده، اللي انت تلعب في النادي الاهلي وانت من حظك وقدرك في الحياه ان انت تلعب في النادي الاهلي، طالما لعبت في الاهلي لازم تستحمل، لازم تبقى راجل، لازم تبقى عندك شخصيه بتاعتك، لازم تبقى لعيب كبير، لازم تفكر في حاجات كتير، لانك انت في السنه بتلعب ماتشات كتير، بتلعب لا يقل من 60 ل 70 ماتش، فحته الروتيشن والحاجات دي كلها برده مش بتاعتي ولا بتاعت اللعيبه، دي بتاعت المدير الفني، هو صاحب القرار فيها يعني. بس فاحنا كلنا بنبقى مستعدين وكلنا جاهزين، وكل واحد بيبقى نفسه اللي هو يبقى موجود ونفسه ان هو يلعب على طول عشان يحقق حاجه ويعمل حاجه لنفسه والنادي الاهلي يعني. كلام يعني بيطمنك على مدى الجاهزية النفسية للاعيبة الأهلي، وإن هم يعني تكاد تلمح من كلامه إن إحنا تعادلنا 2-2، يعني كان ممكن نحسم الليلة هناك.